فضل. خمس وخمسون سنة في حب الأهل، سنين طويلة من العمل والعشق في حب الكيان، هذا هو ملخص مشوار الكابتن فتحي نصير مع كرة القدم، مشوار طويل بدأه منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا وما زال يهيم عشقا في النادي الأهلي، مشوار من الكفاح والانتماء والجهد والعطاء. فتحي نصير ليس مجرد سطر في كتاب الأهلي، بل هو صفحات مليئة بالإنجازات. صحيح أن الإصابة حرمته مبكرا من استكمال مشواره كلاعب كرة قدم، لكنه لم يستسلم وعاش في محراب الأهلي لسنوات طويلة كمدرب يختار النجوم الذين حققوا كل الأحلام التي حالت ظروفه دون تحقيقها. كان يرى في كل لاعب يقدمه للأهلي نفسه وهو يلعب ويدافع عن ألوان الأهلي في كل مكان. كان له مع أجيال كثيرة ونجوم عظيمة في الأهلي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات حكايات وقصص وحواديت يحكيها النجوم قبله ويرويها كل من تعامل معه بحب واحترام وتقدير. فتحي نصير نجم الأهلي السابق ومدربه ومدرب المنتخبات الوطنية حالة فريدة من نوعه بين أبناء جيله، خاصة أنه اتجه إلى التدريب وهو في سن صغيرة، حيث اعتزل قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء، وتنقل بين صفوف ناشئين نادي الأهلي حتى عام 1967، وقتها كان عمره 19 عاما، وتوقفت الكرة بالتزامن مع إصابته بقطع في الغضروف، وكانت هذه الإصابة في تلك الفترة دون جراحات أو علاج، لهذا توقف عن كرة القدم واتجه للتدريب مبكرة ليكون أصغر مدرب في مصر، فانضم إلى مدربين ناشئين بالنادي الأهلي وهو يبلغ من العمر 21 عاما، وتولى رئاسة قسم كرة القدم بالثانوية الرياضية والمسؤول عن اختيار المواهب المتقدمة للمدرسة، والتي كان من بينها الخطيب وإكرامي ومصطفى يونس وغيرهم من النجوم الذين عرفتهم الكرة المصرية في ذلك الوقت. واستمر في التدريب مع الأهلي والمنتخبات الوطنية حتى اتجه للعمل كمحاضر ومنسق ومراقب في الاتحادين الإفريقي والدولي لما يقرب من عقدين من الزمان. كابتن فتحي نصير مشوار طويل مع الأهلي وكرة القدم، فيه حكايات كثيرة سيرويها في حلقة الليلة مع المجري. كابتن فتحي، أهلا بك على شاشة الأهلي.